الواقعه ديال امس. امس تفرجنا جميع الناس كجميع، فرحنا لثلاثة النقاط. الحمد لله كانت نتيجة إيجابية اللي حيات الأمل ديال الحسنية، وهذا جانب، هذا هو الجانب المشرق في المقابلة ديال البارح. في الواقعة ديال البارح كمنخرط بحكم أننا الرئيس كان نقدروا نقولوا كان غاطس بهذا المعنى، هذا اتصلنا به مرارا ما تيجاوبناش، جينا للمكتب ما كاينش، بحكم أن البارح كان متواجد في المباراة مشيت أنا نهضر معاه عادي كمنخرط، مع ما تنقولوش حنا الرئيس، حنا تنقولوا شنو الهدف ديال هذا الانتصارات، يعني الملف يعني الانخراط دابا فوالا، حيت الناس المنخرطين كلهم تمنعوا من تاديات الانخراطات ديالهم اللي هي حق اللي تيكفلوا الدستور وتتكفلوا القوانين. تنتصلوا بالسيد الرئاسة اللي تنقولوا حنا الرئاسة دابا مفروض علينا انا نقولوها بغض النظر على واش شرعية ولا لا. الناس ما تيتجاوبوش معنا، البارح كانوا كلهم في الملعب، دخلت نهضر معاهم عادي كأي منخرط بغى يستفسر، بغينا نعرف شنو واقع. فإذا بعضو من المكتب الحالي تينطف فوجهي وتيسبني وتيقذفني، المهم أمين المال تينطف فوجهي وتيسبني وتيوصفني بأنني شفار بهذه الكلمة هذه. يعني وصلت ربما أوضاع يعني هذا هو المستوى اللي وصلت ليه الحسنية اللي بغاو، هذه هي الحسنية اللي بغاو هما، أننا ولينا تنتسبوا وتنتوصفوا بأوصاف كما قلت لك شفار، وكاين هضرة أخرى اللي ما نقدرش نقولها احتراما للمشاهدين. القضاء الحمد لله راه كاين قانون في البلاد، راه حنا في بلاد المؤسسات، والقضاء غادي يفصل بيناتنا. ما تقبلتيش يعني تلك الاوصاف يعني وانفعلتي بديك الطريقه؟ هذا تيبقى رد فعل طبيعي، ما تجي توصف واحد بشي اوصاف وتسبو، المهم الهضره كثيره، الهضره اللي تقالت انا هذاك رد الفعل كان طبيعي، والحمد لله ان الاوضاع نقولوا انتهت بديك الطريقه، الحمد لله ما وصلنا شي حاجه اخرى، لان كانوا الاخوان اللي دخلوا بيناتنا وفضوا ذاك النزاع. وصراحه الجمهور تيعرفني عرفني في مواقف اخرى ماشي في هذه، وصراحه كان رد فعل طبيعي ديال واحد تهان وتقذف، المهم في والديه وفي بزاف ديال الحوايج. تنعتذر للجماهير الا كان هذه ماشي هي الصوره ديال اهربا، هو كان رد فعل اللي ما تحكمتش في راسي، اعتذرت للاخوان اللي كانوا البارح تما، الناس اللي كانوا بيناتنا، وهذا اعتذرت لهم البارح، تنتمنى من الجمهور ان يتقبل توا الاعتذار ديالي، لان هذا ماشي هي الصوره اللي بغيت نوصل للجمهور على اهربا. الحمد لله راه الناس تيعرفوني ماشي عاد اليوم، ونتمنى ان شاء الله ان هادشي ما يتكررش لا من جهتي لا من جهه السيد، لان الطريقه باش تستفز زيت البارح كانت قدر ما كانش يتحملها اي واحد، باش تقذف في والديك وفي العرض ديالك وفي كاين بزاف ديال الحوايج. هذا ما كان، حنا هذا صراحه ما تمنيناش اننا نوصلوا لهذا الشيء كله، بغض النظر على الطريقه باش تنتخب بها هذا المكتب، وبغض النظر على الطريقه باش تم الاطاحه بالمكتب السابق، حنا ماشي تقبلنا انما تراجعنا حفاظا على مصلحه الحسنيه، هذا هو الهدف ديالنا، اننا تراجعنا حفاظا على مصلحه الحسنيه. اتفقوا الاخوان والمنخرطين والاخوان اللي كانوا في اللائحه اللي كانت مرشحه ضد اللائحه اللي تنقولوا دابا راه هي في الرئاسه، حرصا على مصلحه الحسنيه تراجعنا اللور بصراحه، خلينا الناس انهم يسيروا، قلنا خليوا الناس تيسالي الموسم، تيسالي الموسم ان شاء الله، وكاين هضره اخرى، كاين طرق اخرى اللي غادي ناخذوا بها حقنا، ولكن هاد الناس هادو حنا تراجعنا على اساس مصلحه الحسنيه، مي هاد الناس هادو جاو بطريقه استفزازيه، تنقولها بطرق استفزازيه وبقرارات استفزازيه، استفزوا جميع المنخرطين بقرارات ديالهم. وما يمكنش اي واحد انه يتحمل هذه الطريقه اللي تتسير بها الحسنيه، كان بعيد اولى قريب.